حللني يا أبي، حللني يا أبي. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد أمين. الأيام الجميلة عمالة تجري وإحنا بنجري عشان ناخد من أمنا العذراء قد ما إيدنا الطول النموذج الإنساني السماوي اللي اتحط قدامنا. زي ما حضرتكم عارفين إحنا بنتكلم في سلسلة اسمها نتعلم منها. اتكلمنا أول يوم إن إحنا بنتعلم منها الوداعة. تاني يوم اتكلمنا عن الطريقة المريمية لحل المشكلات الصعبة المستعصية. والنهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن نتعلم منها التواضع، وإحنا داخلين في الحتة الأساس العميق اللي يتبني عليه، اللي مهما الواحد طلع عمارة أو مبنى وشطبه بديكوريشن حاجة عالية جدا جدا وذوق عالي، إنما لو ما فيش أساس تحت زي قلته كله ينهار. بكرة هنتكلم عن اكتذاب الكلمة، والنهاردة وبكرة هما الأساس اللي هو اللي تحت، اللي ممكن يكون مش بيبان للعين إنما هو أمور تختص بالقلب باتجاه القلب. وبعدين هناخد مهارة جديدة، مش جديدة يعني، نتعلمها من العذراء جديدة، التعامل مع الظروف المعاكسة، وننهي آخر يوم بنتعلم منها الخدمة. التواضع زي ما كنت بقول لحضراتكم إنه أمر بيختص بالقلب من جوه، وفي النص كده هنكتشف إن العنوان غلط، يعني مفيش حاجة اسمها تواضع. لما نفهم يعني إيه التواضع هنلاقي حاجة ما تخصناش. يعني هنتكلم على 5 نقط. أول حاجة بركات التواضع، إيه اللي بيستفاده الشخص المتواضع وليه أسعى أن أكون متواضع. النقطة الثانية، إيه قصة المتواضع دي؟ يعني هي إيه القصة؟ إيه الفكرة بتاعتها؟ 3، أفكار المتواضع، إيه المنتاليتي بتاعته اللي بتطلع سلوك؟ لأن هي مش تمثيل ومش حركات ومش كلمة أخطيت وأوطي، مش كده الموضوع، حاجة من جوه بتطلع حاجة من بره. أفكار المتواضع، وبعدين هناخد أفعال المتواضع، المتواضع ده يعمل إيه؟ وآخر حاجة خالص هناخد الوصايا 10 لاقتناء التواضع. 10 حاجات لو فعلا عايزين نطلع من هنا بناخد من أمنا العذراء، 10 نقط كده ناخدهم في الآخر. نبتدي بركات المتواضع. إيه بركات المتواضع؟ في لقاء واحد كده أمنا العذراء قالت جملة مهمة قوي، قالت لأنه نظر إلى اتضاع أمتي. يعني اللي الله لفت نظره بقوة في العذراء هو الاتضاع، العذراء هي اللي بتقول كده، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. طلع أن التواضع مرتبط بالتطويب، في ربطة بين الاثنين. فلما ربنا شاف أمنا العذراء متواضعة خلاها تتطور. علشان كده الإنسان المتواضع دايما يجد كرامة، هو مش عايز ولا يسعى إليها ولا يتلذذ بيها، لكن الإنسان المتواضع طول الوقت هو الناس تطوبه. كلنا نحب الإنسان المتواضع، كلنا ننجذب إليه، كلنا نتشد ليه، كلنا نحب نقعد معاه. والقديس ماري إسحاق السرياني قال قول حلو قوي، قال من طلب الكرامة هربت منه. يعني اللي حطت في دماغه عايز يكرموني، عايز أبقى أحسن واحد، عايز أبقى أعلى واحد، كل اللي يجري وراء الكرامة تجري منه، ومن هرب من الكرامة لحقت به وأمسكته. زي الآباء القديسين، يعني شفتوا البابا كرولوس أول ما اختير للبطريركية قال كنت أود أن أعيش وأموت غريبا، مش عايز حد يبقى يعرفني، بس لتكن مشيئة الرب. عشان كده دايما الإنسان المتواضع بيحصل على كرامة مع أنه عمره ما يسعى ليها. الله في يعقوب 4 كده يقول يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. النعمة، إحنا المرة فاتت عرفنا تعريف بسيط للنعمة، مش عارف تفتكروه ولا لأ. النعمة يعني عطية ببلاش لشخص ما يستاهلهاش. أيوة برافو، أنت فاكرين مادام فاكرة كده، أنت بقالنا كم شهر. لا عطية ببلاش لشخص ما يستاهلهاش، يعني هاخد حاجة من ربنا ببلاش، والشرط الأساسي إن أكون أنا ما استاهلهاش. فالإنسان المتواضع أول حاجة إنه بياخد نعمة فوق نعمة، مش نعمة بس بقى، نعمة فوق نعمة، طول الوقت عمال ياخد من ربنا، وأقول له أنا ما استاهلش، يروح يديني زيادة، يا رب ده ما أنا، يفضل طول الوقت نعمة فوق نعمة. الجميل بقى إن الملاك نفسه
أخطيت، مش ملاك، رئيس الملائكة جبرائيل، لما راح للعذراء قال لها السلام لك يا ممتلئة نعمة. إيه ده؟ ممتلئة نعمة؟ ممتلئة نعمة؟ هو ده الشخص المتواضع، ياخد نعمة فوق نعمة دايما. كمان الشخص المتواضع غير أنه بياخد نعمة فوق نعمة، هو شخص مقتني للفضائل. زي ما قلت لحضراتكم، النعم التواضع ده هو الفاونديشن بتاع المبنى، اللي لو ده فقد مهما شطبت فوق هيجي يوم هينهار كل حاجة. الشخص المتواضع هو شخص مقتني للفضائل، الفضائل تجري تكر ورا بعض، تجري ورا بعضها. فيسموا الآباء، يسموا التواضع هو أم الفضائل، الأم اللي بتولد بقى، تولد فضائل، تولد إيمان. أسهل واحد يبقى إيمانه قوي الشخص المتواضع، لأنه إنسان في الغالب بيبقى بسيط جدا، بيبقى من جوه حلو قوي قوي. هو شخص مليان حكمة. الحكمة هي تعرفها البسيط أو مفهومها، أعمل إيه إمتى؟ لو أنا بتعامل في شغلي إمتى أقرص وإمتى طبطب؟ لو أنا بربي عيالي إمتى فوت وإمتى أقف؟ وإمتى أبقى حازم وإمتى طبطب؟ مين يعرف يعمل دي؟ ده يعني إحنا ككهنة كمان بنبقى أكتر ناس محتاجينها الحكمة، لأن وده حقيقي، ممكن اتنين يدخلوا يعترفوا بنفس الخطية. الواحد لما يكون مصلي كويس ممكن يلاقي نفسه بيطبطب على حد وبيقرص على حد، هو مش فاهم ليه. في الخدمة كل الخدام محتاجين، كل الآباء والأمهات في البيوت محتاجين. مين يعرف؟ أنا ممكن أقرص على ابني أرصة في وقت أضيع الدنيا، وممكن أطبطب عليه في وقت أضيع الدنيا برضه. طب أجيبها منين دي؟ ملهاش قاعدة. القاعدة بتاعتها هي إيه؟ هي طلب الحكمة. فالشخص المتواضع يبقى عنده حكمة. كمان الشخص المتواضع مليان محبة، حب كل الناس، متواضع، فما تفرقش معانا لو قالوا له تعالى اقعد قدام ولا تعالى اقعد تعالى هنا، عادي. هو قابل كل حاجة. شخص متواضع بيبقى جميل، بيبقى شخص بسيط، يبقى شخص دايما مليان بالرجاء، شخص عنده نقاوة القلب فبيعين الله، شخص مليان صبر، شخص بيعمل رحمة كتير. تلاقوا الشخص المتواضع بيكر فضائل ورا بعض، ما نعرفش نحصرهم أبدا. شخص بركات التواضع، شخص بياخد نعمة فوق نعمة، اتنين بيقتني الفضائل، تلاتة أفضل شخص وأقوى شخص ينتصر على الشياطين. أكتر شخص ينتصر على الشياطين الشخص المتواضع، عمره ما يقع في الشك في بساطته، عمره ما يبقى عنده فتور. الشهوة، الشهوات الجنسية والإباحيات بكل صورها، الآباء يعلموا كده، أصل الداء بيبقى كبرياء. عشان كده لو حد ما عندوش تواضع صعب جدا أو شبه مستحيل إنه يقتني الطهارة، لأن إذا كنت أنا ساقط وبتكبر، أما لو انتصرت في الحتة دي هدوس على الناس برجلية بقى ولا إيه يعني؟ إذا كنت أنا واقع ومتكحول وحاجة صعبة خالص والدنيا وحشة معايا وبتكبر على الناس ومش متواضع، النعمة ما ترفعش الشخص في الخطايا اللي بتختص بالجنس والإباحيات والشهوات. عمر ما حد ياخد نصر غير الشخص المتواضع، هو الوحيد اللي يعرف يفلت فيها كويس قوي قوي. الشخص بينتصر على الشياطين. في أم اسمها الأم ثيودورا، قالت إن لا النسك ولا التعب ولا الصوم يقوم مقام التواضع، يعني التواضع يغلب ده كله. جابتها منين؟ قالت كان في إنسان متوحد بيخرج شياطين، واحد متوحد بيخرج شياطين، فهو بيخرج الشياطين كان بيدردش معاهم، فجال الشيطان بيقول له إيه؟ قال لهم هو أنتوا بتخرجوا بالصوم؟ يعني بيقول للشيطان هو أنت بتخرج بالصوم؟ فالشياطين قالوا له على فكرة إحنا عمرنا ما بناكل. فقال لهم طيب هو أنتوا بتخرجوا بالسهر؟ يعني الواحد يسهر؟ قالوا له على فكرة إحنا ما بننامش. قال لهم طب هو أنتوا بتخرجوا يعني الشخص اللي ينتصر عليك هو اللي يترك العالم؟ قالوا له على فكرة إحنا مسكننا البراري والخرائب، الحتة الخربانة. الله، قال لهم طب أمال أنتوا بتخرجوا بإيه؟ ردوا كده قالوا له لا يوجد شيء يسحقنا غير التواضع. ما فيش حاجة تطلع الشيطان غير الإنسان المتواضع. عشان كده نلاقي أنبا أنطونيوس يتواضع للشياطين، عشان كده احنا نقول له يا برج علي وحصين تتواضع للشياطين.
يقول لهم انا اضعف من اصغركم. ايه ده؟ ايه ده؟ اول السيره بتحكي كده ان ابا بطرس اول ما طلع البريه فالشياطين طلعوا له قالوا له انت ايه يا صبي؟ الصبي الصغير قالوا له كده يا صبي العمر والعقل، يعني انت مخك تاه منك ولا ايه؟ جاي لنا عندنا ايه الجراءه اللي انت ايه اللي حصل لك؟ قالوا له كده يا صبي العمر والعقل، ايه اللي جابك عندنا؟ قال لهم انتوا مالكوا تلمتوا عليا ليه؟ ده انا غلبان، ده انا اضعف من اصغركم. والسيره بتاعته تحكي قعد يعمل مطانيات يقول له يا رب ارحمني انا الخاطي، يا رب ارحمني انا الخاطي. الشياطين كلها هربت منه. التواضع هو الذي يهزم الشياطين، الاتضاع هو غلبة الشياطين. لو واحد بيتغلب كتير يراجع نفسه، هو شايف نفسه ايه؟ هو شايف نفسه ايه؟ بيحب يطلع لفوق ويحب يبقى هو الاول ويحب يبقى الناس كلها تكرمه، ما يقبلش اهانة ولا ايه الدنيا؟ بركات التواضع، الشخص بياخد نعمة فوق نعمة، الشخص بيقتني الفضائل، ثلاثة النصر على الشياطين، أربعة شخص المتواضع شخص مرتاح ومريح، يعني هو مرتاح وبيريح كل اللي حواليه. عشان كده الرب يسوع قال كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. احنا خدنا الوداعة وبناخد وداعة القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. يعني ليه نتعلم الوداعة وليه نبقى متواضعين في الآخر؟ عشان احنا نبقى مرتاحين. الشخص ده ليه مريح ومرتاح؟ اكتر شخص يعرف يغفر. فلما تغلط، اما حد يغلط حوله مش مشكله يعني، واحنا ده ربنا بيغفر لنا، تلاقيه كده في البساطه. اكتر شخص يقبل الغفران. الشخص المتكبر ساعات حتى بعد ما يعترف يخرج يا رب انا يعني مش متمتع بالغفران، ضميره لسه بيأنبه في شكايه جوه، انا برضو اقع في دي وانا ابن ربنا او انا بنت ربنا. اذا كان ربنا غفر من كبرياء قلبه ما يعرفش يتمتع بالغفران خالص. الشخص المتواضع ياخد نعمة فوق نعمة، مقتني للفضائل، النصر على الشياطين، مرتاح ومريح. خمسة أكتر شخص تستجاب صلاته. ربنا قال كده في أخبار أيام تاني إصحاح السابع، إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرر أراضيهم. فالشخص المتواضع هو شخص صلاته مقبولة أمام الله، صلاته مقبولة أمام الله. ستة هو شخص بسببه يرفع الله غضبه عن الناس وعنه هو كمان. عشان كده في أخبار الأيام الثاني برضو يقول ثم تواضع حسقية بسبب ارتفاع قلبه. بعد ما كان قلبه مرتفع تواضع هو وسكان أورشليم فلم يأتي عليهم غضب الرب. كلمة الله بتكشف لنا إن الإنسان المتواضع صلاته تستجاب، يرفع غضب الله بسببه. احنا قلنا بركات التواضع، من بركات التواضع في حاجات كتير، يأخذ نعمة فوق نعمة، يقتني الفضائل، النصر على الشياطين، مرتاح ومريح، تستجاب صلاته، يرفع غضب الله بسببه. حاجة جميلة قوي. يا رب ادينا كلنا التواضع ده، نعيش العيشة الجميلة دي. ايه بقى قصة الإنسان المتواضع؟ ازاي الواحد يبقى متواضع؟ حقيقة الإنسان المتواضع قصته بتبدأ بعلاقة حقيقية مع الله. أصل هي مش يعني في ناس ساعات ياخدوها ايه منظر، فالاتضاع يخبي كبرياء قلوبهم. طب عشان الواحد يبقى متواضع بجد ايه اللي يعمله؟ ايه القصه بتاعته؟ ببساطه شديده هو شخص بيقترب من الله. حضراتكم لو شايفين الرجل اللي قدام ربنا ده، لو بعد بعيد 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 كده وانتوا قاعدين هتشوفوا المسيح؟ لا، ومقاسه كبير. كل لما بيقرب بيحصل ايه؟ يصغر يصغر يصغر. هي دي الخلاصة. هو شخص بيقابل ربنا بجد. لما بيقابل ربنا بجد بيحصل حاجتين. نمرة واحد هيبتدي يدرك حقيقة مقاسه. أنا لو وقفت قدام الترابيزة هحس يا صغنونة، أو قدام طفل صغير. إنما لو وقفت قدام ناطحة سحاب أو واحد مثلا راح من أعلى أبراج العالم برج خليفة في دبي، لو واحد وقف كده ده صغير قوي كده ليه؟ كل ما الواحد يدخل على حاجة عالية كبيرة يحس إن مقاسه صغير. عشان كده مثلا
في المباني بتاعه المحاكم تلاقوا مدخلها عالي قوي 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 والاعمده طويله قوي عشان الواحد وهو داخل يحس ان هو قدام القانون صغير قوي قوي قوي. فالشخص اللي بيقرب من ربنا مش بتبقى تمثيل، بيحس انه صغير، مقاسي صغير. لحسن لما اقارن نفسي بناس تانية احس ان انا حاجه عاليه، زي مثلا انا لو كاهن بسلم، بقعد قدام الناس بسلم على ناس علمانيين يبوس على ايدي، فممكن عقلي يخف يعني واقول ايه ده انا احسن منهم يعني. طب لما اروح قبل البطرك ده انا بروح نازل عامل مطانيه للارض، اصل حاجه كبيره قوي، فانا بحس بمقاسي من النعم دي. عشان كده الشخص كل ما هقرب من ربنا احس ان انا صغير. الشخص اللي حاسس نفسه كبير، اللي حاسس نفسه حاجه عاليه، اللي شايف نفسه مش في مقاس صح، هو شخص بعيد عن ربنا عمليا. نمره واحد يعرف حقيقه مقاسه. نمره اتنين يعرف حقيقه حالته. بصوا بقى الحته دي اللي بقى القديسين كشفوها مبدئيا تبان انها مش منطقيه، انما لما نفهمها نفهم هم بيفكروا ازاي. طلع الواحد كل ما يقرب من ربنا يكتشف وحشته، مش يكتشف جماله، يكتشف وحشته. ليه؟ لو جيت قلت لحضراتكم النور مطفي وقلت لكم انا يعني انا عندي كلمه دلوقتي، فجيت مثلا لاشرف قلت له اشرف الجلابيه نظيفه، قال لي ابونا زي الفل، اطلع الدنيا ضلمه وانا لابس جلابيه سوداء، فضلمه في ضلمه، فعلى سهوة راح النور جه، فاشرف قال لي استنى استنى، الجلابيه بتاعتك متربه من هنا ومقطعه من هنا ومش عارف ايه من هنا. قال له اشرف مش انت لسه من خمس دقايق قايل لي الجلابيه كويسه؟ يقول لا ما كان النور مقطوع. لما النور جه كشف البلاوي اللي في الجلابيه. كل لما هقرب من النور الحاجات الوحشه بتبان. وبعدين لو قربت قوي قوي بقى من النور وميكروسكوب واضاءه مركزه، ايه ده في ميكروبات كمان بتتحرك على الايه ده ما كانتش متشافه. كل لما الشخص يقرب من ربنا يكتشف انه مقاسه صغير وان حالته مش كويسه، مع ان الواحد يتخيل ان كل لما قرب من ربنا. عشان كده الانسان اللي بيتكبر لأي هدف من الأهداف وبأي طريقة من الطرق هو إنسان بعيد عن ربنا. فنلاقي القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك اللي هو كان يقف يصلي بعد الظهر الشمس في ظهره كده، يفضل يصلي 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 لغاية لما تاني يوم الصبح يجي والشمس تبقى في وشه في الشروق وتلسعه فياخد باله فيخلص الصلاة، يفضل يصلي طول الليل لغاية ما الشمس تلسعه. أما أرسانيوس معلم أولاد الملوك، العمود بتاعه موجود في البرموس، يقف ورا العمود ويقعد يعيط ارحمني انا الخاطي، ويعيط ويعيط ويقعد يعيط ويقرع صدره يقول ارحمني انا الخاطي. فلو انا جيت جنبه قلت له يا سيدنا، ايوه يا ابونا مخيل، اقول له انت بتعيط ليه؟ يقول لي اصل انا خاطي. اقول له انت خاطي؟ ما احنا نعمل ايه؟ خاطي؟ قديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك خاطي؟ يقول لي اه صدقني انا خاطي. اقول له طب قول لي انت بتعمل ايه؟ مش خاطي وقول لي بقى فهمني. فهو يبص كده هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل، بس بيقرب من ربنا فبيبان وحشته، فيقول لي اسكت اسكت انت مش فاهم حاجه في عيشتك، اجري بعيد اجري امشي. كل لما اقرب من ربنا اكتشف ان انا مش كويس. عشان كده الشخص اللي بيعترف كتير حاجه كويسه، انما لو انا قعدت قدام اب اعترافي وقلت له يعني يا ابونا مش لاقي حاجه اقولها، ده انديكيشن على طول بيقول ايه؟ انا بعيد. ما لو انا في الضلمه مش هلاقي حاجه اقولها، مش هلاقي حاجه وحشه عندي، انما كل ما اقرب من الضلمه يبان وحشتي. عشان كده انبا موسى الاسود لما ابتدى يقرب من ربنا كان يجري على اب اعترافه، لدرجه مره في ليله واحده راح 11 مره لاب اعترافه يقول له اكتشفت ان انا زباله وحش قوي قوي، الحقني، طب انا مش قادر. يا عم انت لسه كنت هنا. كل لما يقرب الواحد يبان الحاجتين دول، هي دي القصه كلها. يدرك مقاسه ان انا صغير، تخيل واحد قدام ربنا بقى صغير، وان انا وحش، فاعمل ايه لما احس كده؟ اقرب زياده.
فبان زيادة ان انا وحش وصغير وقرب زيادة بان انا وحش وصغير زيادة وتفضل ده. هو ده الانسان المتواضع. عشان كده قلت لكم في اول الكلمة هنكتشف ان كلمة التواضع مش بتاعتنا. ايه هو التواضع؟ البابا شنودة قال ده في كتاب انطلاق الروح. قال الانسان احنا يعني الحقيقه ما يصحش حد فينا يقول على نفسه متواضع ولا يسعى للتواضع، لان التواضع ان حد فوق وينزل لتحت، بس انا اصلا تحت فما يطلقش علي تواضع، انما يطلق علي انا عارف مقاسي انا عارف حالتي. انما التواضع دي بتاع واحد ربنا تواضع انما انا تواضع لا، ما ينفعش يطلق عليها الكلمه دي. بس مش عارف نسميها ايه الموضوع يعني، فسميناه كده بس قلت اشرح. الانسان المتواضع يقبل الاهانه، يقبل الاهانه وبسهوله. عشان كده انبا موسى الاسود لما جه يترسم كاهن وبقى اب للبريه والناس بتاخد رايه وبقى حاجه، فاول ما جه يترسم قالوا له اطلع بره يا اسود اللون، فقال كده قال استحقاق يكون نبذوك يا اسود اللون يا رمادي الجلد تهون، زي ما بنقول في التمجيد، وراح واخد بعضه وطلع على بره ما زعلش يعني. قالوا طب تعالى تعالى هنرسمك. حاضر اجي عشان اترسم. ماشي ما فيش مشكله اطلع بره. حاضر خش جوه. حاضر يعني هو حاسس ان هو كده، هو حاسس انه مش كويس. انما انا سهل اقول لكم انا خاطي، انما لو جه حد قال لي تصدق ان انت يعني خطاياك قد كده اقول له لو سمحت انت بتكلم كاهن كده بقى. انا اقول على نفسي ما حدش يقول عليا ده ما اسموش تواضع خالص، لان لو انا صادق في اللي بقوله على نفسي هقبله من اي حد. يعني حد يقول لي انت وحش، انا وحش ايه المشكله يعني، ومش مش 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 تواضع لكن حقيقه. هو انا شايف نفسي كويس؟ ما انا وحش ده حقيقه يعني. القديس يوحنا الدرجي بيقول القول الجميل ده، بيقول إن الكثيرين منا يدعون أنفسهم خطاة وربما نكون كذلك، ولكن المتواضع القلب يختبر بالإهانة. يعني حيبان بجد أنا متواضع ولا لا إمتى؟ لما حد يهني، لما حد يظلمني، لما حد يغلط فيا، لما حد يتجاهلني، هنا بتبان الحقيقة، تبان الدنيا كويس. وإحنا بنحتاج نتوزن بده، بنحتاج نتوزن. كل ما الواحد يبقى عنده موهبه او مميز في حته بيحتاج البالانس ده، انه يتبهدل شويه عشان الدنيا تتظبط، عشان الدنيا تتظبط. ابني بيجي يسوق لي العربيه كتير لان ظهري بيوجعني ما بسوقش كتير، فبيجي يسوق لي في العربيه. فكذا مره مثلا ندخل على كمين او حاجه فيلاقوني يا ابونا فقال له اتفضل عدي، فقال لي ده انا احط صورتك كده قدام. قلت له لا اصبر بس لان هي مش على طول كده. ساعات واحنا ماشيين بقى ما يلاقوا كاهن جنبه يروح كاسر عليه عادي. فقلت له يبقى هيتنرفز، اقول له انت مش قبلت ان الناس تعدينا، اقبل كمان الناس تبهدلنا. يعني احنا كده يعني، احنا مثلا ككهنه في مصر عاده ما بنتعاملش عادي، لا ناس تطلعنا فوق قوي لا ناس تخفز بينا الارض قوي. فزي ما بقبل ان الناس تطلعني لازم اقبل الناس تخفز بينا يعني، وهبقى يعني عادي الدنيا مظبوطة. ربنا بيظبطنا في الحاجات دي. حضرتك عارفين لما بنترسم كهنة بنقعد 40 يوم في الدير. فكنت في البراموس فمليان شيوخ كده كبار وناس تقال كده، فجالي أب شيخ كبير يوم 39 اللي هو أنا صباح الصبح هرجع على الكنيسة، فجي يقول لي مبروك بقى وبتاع وربنا معاك يا أبونا ويسا. قلت ربنا صلي لي. فراح قاعد كده هو بسيط قوي، فقال لي ها يا اخويا بكره رايح كنيستك؟ فقلت له اه يا ابونا رايح كنيستي. قال لي وكل واحد يقابلك يبص على ايدك؟ قلت له انا مش عايز يعني. قال لي كل ما تدخل يطلعوك يقعدوك قدام. قلت له ابونا طب اعمل ايه يعني؟ قول لي اعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب يعني؟ مش فاهم. قال لي كده يفضلوا يعلوا فيك يعلوا فيك يعلوا فيك. قلت له هنا بجد مش فاهم، انزل بالترجمه كده مش فاهم يعني قدسك عايز توصل لي حاجه. قال لي عايز اقول لك يا ابني لما تلاقي الكرامات عماله تزيد والناس عماله تعلي فيك ارفع قلبك لربنا قول له ما تفتكرنا باي حاجه كده تظبطنا. فهتلاقي وانت ماشي حد قال لك يا قسيس يا كذا، حد حدفك بحاجه، اول ما تعرف اول ما يحصل ده اشكر ربنا لان ده اللي هيدخلك السماء. الناس اللي بتبوس على ايدك والناس اللي بتطلعك فوق دول مش هيفيدوك في الابديه. مين اللي هيفيدك في الابديه؟ اللي يغلط فيك. فقلت له حاضر يا ابونا صلي لي.
والمهم نزلت بقى الاحتفاليه بتاعه استقبال الكهنه الجداد بقى نسيت الموضوع ده خالص. بعد الارسال ما يجي بشهر كنت طالع بعربيتي من الكنيسه مروح، فطلعت بالعربيه كده من الشارع، طلع على شارع اسمه شارع شبرا كده، غالبيتكم تلاقوكم عارفينه. فطلع من شارع قطه كده وطلع على شبرا، وانا طالع على شبرا فافتكرت الكلمه بتاعت ابونا دي، فانا بقولها بسلامه نيه خالص، يعني مش قصدي ان انا جدي في الموضوع، بقول له يا رب ما تفتكرنا بحاجه. وانا بطلع كده انا يعني عمر ما عملت حادثه ولا بتاع، ما اتخبطتش ولا خبطت حد، ما فيه. طالع كده سواق اتوبيس جاي وها كده وكده يعني، وراح قارص وراح داخل في عربيتي. انا طبعا الكلمه اللي انا قلتها نسيتها بقى، يعني مش وقتها. رحت نازل من العربيه بسرعه. وشبرا بقى كم واحده هي من شبرا؟ انا مش هحكي لكم بقى على شبرا. ايوه كده، فرحوا قلبي حسين ان انا في شبرا ده هنا الكنيسه كلها شبرا. فنزلت من العربيه مسيحيين ومسلمين كلهم اتجمعوا الحقيقه، وبص يا ابونا احنا شفناه وهو غلطان وهو قاصد، ده حد مش محترم، ودب دب دب كلام. وراح جاي واحد قال لي ابونا انا ظابط، راح مطلع لي الكارنيه بتاعه، انا ظابط اهو، واديني رخصه قدسك، وراح قال له اديني رخصتك، وراح واخد الرخصتين، والناس كلها هجموا على الراجل ومش هنسيبك و في اللحظه دي فقت، افتكرت اللي ابونا قاله لي. فقلت له اديني رخصتي، قال لا ما انا هروح ما تخافش. قلت له اديني رخصتي واديني رخصه الراجل، قال لي عايز تخلي معاك خليهم معاك. رحت مدي الراجل الرخصه وقلت له توكل على الله يلا ربنا يسامحك. فراح بقى كل الناس اللي حواليه ابونا انت بتعمل كده غلط، هيعمل تاني مع ناس تانيه ولازم نقدمه. قلت لهم لا خلاص مش فاهمين هم بيقولوا ايه، انا في دماغي حاجه تانيه. قلت له الله يسامحك ويبارك لك، ولو عايز حاجه قال لي طب ادفع. قلت له ولا حاجه، اللي انت عايزه لو عايز حاجه قول لي. قال لا طب انا اسف ان انا عملت. قلت له ولا يهمك مفيش حاجه، خلاص ربنا معاك وربنا يحافظ عليك. احنا محتاجين نعمل كده، محتاجين البالانس ده. لو فضلنا طول الوقت ناس تمدح فينا وتعلي فينا وتعمل ومحدش يقبل حاجه تبقى كارثه، احنا نضيع. يقولوا كده الاباء القديسين احتمال الكرامه اصعب من احتمال الاهانه، يعني ان الواحد يستحمل الاهانه مقدور عليها، انما اللي يضيع اللي يفضل يعني عالي عالي عالي. فربنا بيعمل لنا البالانس ده وبيظبطنا بده. طبعا عشان كلامي ما يتفهمش غلط، مش مطلوب ان انا دايما اشوف نفسي وحش وتعبان ووحش فتحدف معايا الناحيه الثانيه. احنا كناس مسيحيين ماشيين على خط كده في حفرتين كبار قوي من ناحيتين، حفره اسمها الكبرياء وحفره اسمها صغر النفس، الاثنين يودوا في ضهيه زي بعض. يعني لو انا كل حاجه ما ينفعش، فيجي ابونا مثلا يقول لي اتكلم كده، اقول ابونا العفو اتكلم، طب صلي لا العفو مش هصلي، طب اعمل لا العفو اخدم لا من العفو، انا مين انا عشان اخدم، انا ضيعت الدنيا ما ينفعش. فلازم يبقى البالانس ده موجود. عاده يعني كلنا انا اول واحد ابليس يحاربنا بالاثنين في نفس الوقت، وده الغريب في الاعتراف. تلاقي بقول لابونا انا بتكبر وانا عندي صغر نفس في نفس الوقت، طب ازاي الاثنين عكس بعض خالص؟ انما عاده الشيطان يحاربنا بالاثنين. ليه؟ عايز يوقعني في حفره من الاثنين، اي حفره من الاثنين هيوقعني فيها هضيع. صعب جدا، الحفرتين دول وحش جدا، اللي بيقع في واحده منهم مش سهل بيطلع، مش سهل. عشان كده الواحد يبقى يقظ. الاباء القديسين يقولوا كده، اذا الشيطان قاعد يقول لي ابونا مخيل انت في زيك في الكنيسه، ده انت شايل الخدمه، ده انت حاجه سوبر، ايه ده ما اتكررش قبل كده، ده افتكر خطاياي وبلاوية، اقول يا لهوي لو الخطايا دي اتعرفت قدام الناس ده هيرجموني، ارحمني انا الخاطي وانا كل ضايع. وبعدين يجي على سوي يقول لي انت ولا حاجه، انت هتضحك على نفسك ولا على الناس؟ بص على خطاياك، ده انت ضايع، تقف تخدم ازاي وتنزل تخدم ازاي وتاخد اعترافات ازاي وتعمل ازاي. اقول له كفايه ان انا ابنه وهو غفر لي. طول الوقت هبقى شغال على الاثنين، وقت هيقول لي انت سوبر اقول له انا ضايع، وقت يقول لي انت ضايع اقول له انا سوبر عشان انا ابنه. لازم الاثنين مع بعض، لان ساعات بتحدث معانا جامد ساعات شويه، بالذات يعني في ناس كده ميالين لدي انهم ينزلوا من نفسهم زياده عن اللزوم، وده برده مش مظبوط. البالانس هو الحل. بركات التواضع ده قصه المتواضع، هو حد بيقترب من ربنا فبيبان مقاسه وحالته الاثنين مع بعض. ايه افكار المتواضع؟ يعني ايه المنتاليتي اللي تتركب
واللي تتكون عندي عشان السلوك يطلع مظبوط. اول حاجه في يعقوب 4 يقول انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لانه ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. حياتنا كالبخار، كالبخار دي حقيقتها، شويه بخار طالعين كده يظهر قليلا، هو المده بتاعتها. هنعيش قد ايه؟ 50 80 100 120، قارنوها بالأبدية تبقى إيه؟ ده مش قليل، ده أقل من القليل ولا حاجة، ما تذكرش. عشان كده الواحد لو أدرك دي يفرق معاه كتير قوي. ثم يضمحل هي النهاية. الآية دي بتبين حقيقة حياتي ومدتها ونهايتها. فأنا شطرتي إن أنا أبقى مستوعب ده. لو استوعبت ده هعرف إن أنا في الآخر أنا تراب، يعني ما فيش غير كده. عشان كده الكتاب يقول كده في بطرس الأولى، لأن كل جسد كعجب وكل مجد إنسان كظهر عجب. العجب ده يطلع شوية وبعدين بيطبل ويموت، بعد كده بيضيع كله. إبراهيم في تكوين 18، فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. إبراهيم كان فاهم الموضوع قوي من بدري، من العهد القديم. تراب يا إبراهيم؟ أبو الأباء واللي أسس اللي عمل شعب الله والبداية بتاعته، تراب. هو عارف كويس قوي إنه هو تراب. فأول فكرة لازم تكون عندي، أنا تراب، أنا ولا حاجة. اتنين، المسيح كده تقدم تلاميذ في متى 18، التلاميذ إلى يسوع قالوا له من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقاموا في وسطهم وقال الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. من وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. عشان كده المنتاليتي الثانية، أنا الأصغر. الطفل الصغير لما واحد ياخده يحطه هنا، ماشي اقعد هنا، تعالى دلوقتي هنروح، ماشي يلا هنروح، حاضر. الصغير مين فينا يعيش بالمنتاليتي أنا الأصغر؟ فمش شرط أتحكم، مش شرط اللي أقوله هو اللي يمشي، مش شرط رأيي هو اللي يمشي على طول. أنا صغير، أنا تراب، أنا صغير. ثلاثة، العشار لما وقف من بعيد في لوقا 18 قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا خاطي. لحسن أنسى نفسي أنا كابونة بقى أنه واقف والجلابية سودة والناس بتبص على إيدي، لا، لازم جوايا بقى أنا عارف دي يقينية محفورة جوايا، بتصرف من المنتاليتي دي، أنا خاطي. عشان كده الكنيسة تحط لنا اللفظ ده في كل مرة، كل يوم وإحنا بنصلي صلاة الغروب، وكده إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي. كل يوم أقولها، كل يوم أقولها، كل يوم أقولها عشان تترسخ فيا. قال شيخ، ده بقى بصوا القديسين بيفكروا إزاي، أريد أن أكون مغلوبا من ضعفي بالتضاع أفضل من أن أكون غالبا بافتخار. مين يقول لي دي يعني إيه؟ يعني إيه ده؟ بيقول أنا أفضل، بريفير كده أكتر قوي، إن أكون مغلوب من ضعفي وأنا متضع أحسن من لما أكون منتصر ومتكبر. ليه؟ إيه اللي بيقوله ده؟ خطياتي أمامي في كل حين. تمام يا بيتر، لأن خطيئتي تبقى قدامي في كل حين فأبقى متواضع. إنما هل أتغلب؟ يعني واحد مغلوب ومتواضع أفضل من حد منتصر ومتكبر؟ ليه؟ قبل الكسر الكبرياء. تمام صح. ها ليه تاني؟ ببساطة لأن توبة الخاطئ المتواضع أسهل من توبة المتكبر. المتكبر نصيبته الصدى ان هو مش شايف انه متكبر، شايف ان ده مقاسي. يعني المشكله انا لو ساقط انا عارف ان انا خاطي وعارف ان انا متكحول وعارف ان انا واقع، انا عارف ده كويس مش محتاج حد يفكرني. انما المتكبر تقول لك، يقول لك لا انا قصدي كذا كذا، لا ده انا عشان كذا، لا انت فاهمني غلط خالص، مش مقتنع، ما يقتنعش. انسان متكبر حاجه صعبه خالص. أنا التراب، أنا الأصغر، أنا خاطي. يقول كده أنا ما أنا، يعني أنا مش حاجة، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. كورنثوس الأولى 4 بقى في آية حلوة قوي، مش عارف تاخدتوا بالكم منها قبل كده ولا لأن ساعات ربنا يدي موهبة لحد فيحس إنه بقى حاجة.
حد صوته حلو، حد موسيقار، حد بتاع شعر، حد بيخدم، حد بيعمل وسائل إيضاح، حد موهبة. فالكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول يقول لأنه من يميزك، وخلي بالكم من مش ما، من يميزك، مين اللي مميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه، إيه الحاجة الحلوة أو العدلة اللي عندي وأنا ما خدتهاش؟ وإن كنت قد أخذتها فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بفتخر أكن الحاجة دي بتاعتي أنا؟ ما كل حاجة عدلة فينا ربنا مدهلنا كده الشكل أنت كلكم عارفين ربنا مد إيدكم معاكم إزاي هنا، كل حاجة ربنا مديها. طب إذا كان أنا باخد طب أفتخر ليه؟ وأكني أنا ما خدتش حاجة. قال شيخ ليس من يحتقر ذاته هو المتضع، يعني مش اللي ينزل من نفسه هو المتضع، ولكن من قبل من غير ضروب الهوام بفرح فهذا هو المتضع. زي ما قلت لكم القصة مش ان انا بقول انا خاطي، القصة ان لو حد قال لي يا خاطي ما زعلش منه ويبقى قلبي سليم ومظبوط. هو ده اللي بين الانسان المتواضع. افكار المتواضع انا تراب، انا الاصغر، انا خاطي، انا ما انا. وكمان المخافة القلبية، رأس الحكمة مخافة الله. الإنسان المتواضع دايما شايف ربنا كده بالنصين دول اللي اتكلمنا فيهم قبل كده، نص الله المحب والراعي واللي بيطبطب، ونص الديان. البالانس ده مهم جدا. اللي يشوف ربنا كده بس يستهين بالتوبة، واللي يشوف ربنا كده بس ما يعرفش يعمل معه علاقة أبوة وبنوة. لازم يكون دايما في كياني الله صورة متكاملة صحيحة عن الله. الله زي أي أب في الحياة، عمر ما ابني طول الوقت هطبطب عليه ولا طول الوقت أقعد أرزع فيه. في البالانس بين الاثنين، هو ده اللي يظبط الدنيا. أوكي، دي بركات المتواضع وأفكار المتواضع احنا خدناهم. أفعال المتواضع، واحد المتواضع دايما يجري على المتكأ الأخير في كل حاجة، في الكلام، في شيطان الآباء القديسين يسموه بيعرفوه دايما اسمه شيطان النصيب الأكبر، إن عايز الأفضل، عايز الأكبر. يبتدي من الأطفال، تلاقي العيال كده قد كده وده يبص في طبق ده وده يبص هو إيه اللي خد الأكبر، التفاحية الأكبر فين، المش عارف إيه الأكبر فين. ده شيطان اسمه النصيب الأكبر، والشيطان ده يودي في ده. فاكرين إبراهيم ولوط؟ لما إبراهيم قال له اختار، راح اختار إيه؟ الأفضل، الأرض الأحلى طبعاً. الآباء كانوا يعملوا العكس، ياخدوا النصيب الأصغر. الإنسان المتواضع يسيب لأخوه الأحلى. تبان قوي بنكشف فيها الولاد في المؤتمرات لما يدخلوا، مين بيختار أحلى سرير؟ ومين بيختار أحلى مكان؟ ومين بيختار كذا؟ بتبان بقى الحاجات دي بتكشف. هل تلاقوا كده أطفال صغيرين بس هم متواضعين بجد؟ يسيب لأخوه الأحسن طول الوقت، يبقى بيقدم أخوه عنه. ده الإنسان المتواضع. كمان الإنسان المتواضع هو شخص يضبط نفسه، لما يلاقي طبق زي ده يعرف يمسك نفسه كويس حتى لو بالحب، يمسك نفسه. إنسان متواضع فهو عارف أنه ضعيف، همسك نفسي، حاول أمسك نفسي. عشان كده الكتاب يقول في كورنثوس الأولى 9، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل يعني كم في المية؟ أيوه حبيبي، كل يعني 101%، مش 100%، 101%، كل يعني 101%. يضبط نفسه في لسانه، فيش حاجة اسمها أصل اتنرفزت فزعق، أصل هو غلط فأنا غلط. ده كل ده بيقول إنسان ما عندوش ضبط نفس. البطن طبعا والصوم حاجة من الحاجات الأساسية. أفعال المتواضع، متكأ أخير، ضبط نفس، ثلاثة الاعتذار والسجود. أسهل واحد يقول أخطيت أنا غلط، يكون بيقولها بجد مش بقمصة، مش خلاص أنا آسف. بتحصل في الأزواج والزوجات كتير، يعني اللهجة، يعني اللهجة. أنتوا عارفين كنا قلنا برضو المرة فاتت، الكلام الفيربال اللي طالع 7% من اللي بيوصل المعنى. البادي لانجوج والنبرة. قال ما أنا قلت له آسف، وانا ما قلتش اسف، انا قلت هو اسف، بس اسف طالعه شكلها ايه؟ اسف ولتذهب الى الجحيم، جو يلا. الاعتذار والسجود في المخدع وفي العلاقات. الشخص عشان كده الاباء يعلمونا المطانية، انت
تغيير الاتجاه بتاع الحياة. ويقول ما تانية دي القديسين يقولوا اللفظ ده، يقولوا قبل ما تنزل بجسمك تنزل بنفسك بكيانك، يبقى أنا تحت بجد دماغي تلامس التراب، فيبقى بجد ده. المتكئ الأخير أفعاله ضبط النفس الاعتذار والسجود الغفران، زي الأطفال كده يزعلوا من بعض وفي بعد دقيقتين تلاقيهم بيلعبوا مع بعض. الإنسان اللي ما بيغفرش إنسان متكبر، ودليل على التواضع هو الغفران. يقول بس هو غلطان، أيوة ما أنت لو مش هو غلطان أنت مش هتغفر، ما الغفران ده مطلوب لحد أنا ما غلطتش فيه وهو غلط فيه، فهنا مطلوب الغفران. كمان الأمر يختص التواضع بالشكر والتسبيح. الشخص المتواضع طول الوقت بيسبح وبيشكر ربنا من أجل نعمه، من أجل مواهبه، من أجل عطاياه، طول الوقت بيبقى موجود. كمان إنسان بيعرف يطيع، إنسان بيعرف يطيع. عشان كده الكتاب يقول أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، تسربلوا بالتواضع. الخضوع أمر مرتبط بالتواضع. إنما لو زوجة مش متواضعة يا رب احفظنا. هم أنا بسمع كلامه، أنا يعني بعمل إيه؟ ما بسمع أمال بعمل إيه؟ لو زوج مش متواضع يفهم الرياسة بتاعته للبيت كارثة كارثة. أما أدخل عايز كله يخاف ويترعب. الأسد جه، مراتي تجري تحت السرير وعيالي جوه التلاجة، بابا جه يا جماعة، فحس إن أنا يا سلام الواحد برضو بيتخاف منه، يعني حاجة روعة. يعني إنسان مش متواضع. وبعدين بقى عيالنا ما يطلعوا بقى عناديين ومتكبرين، العيال يا ابونا بيجوا بس على ابونا صرفيه بيقولوا الحق يا ابونا العيال بي... طب ما تبصوا علينا احنا ايه؟ احنا هم العيال اتعلموا منين؟ مننا، من عندنا. يعني الشباب الصغير بيضحك مبسوط بالكلام ده، مش هكمل عشان كده وقفته يعني عشان اوكي. مين يقول الكلمه بتاعه العذراء ليكن لي قولك؟ مين ينطقها؟ مين يطيع بالشكل ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ كمان الانسان المتواضع هو يحيى تلمذة. الواحد لو التلمذة دي هي الامان مهما كبرنا. عشان كده كنيستنا الاب الكاهن ليه اب اعتراف بيتلمذ عليه، الاب الاسقف ليه اب اعتراف، الاب البطرك ليه اب اعتراف. كنيسه مبدعه تقول لكل واحد لازم تخضع. مفيش في وقت ان انا الحته اللي انا فيها انا الاكبر فخلاص، لدرجه البابا ليه اب اعتراف، كله ما فيش حد ملوش اب اعتراف. فهي تلمذه طول الوقت، تلمذه على طول. اخر حاجه خالص الوصايا العشر لاقتناء التواضع، عشر حاجات هنقولهم، هم عشر جمل. يعني واحد، الانسان اللي عايز يتعلم التواضع يبص لربنا، لان من الاخر المسيح هو الوحيد المتواضع، الوحيد الوحيد، لان هو اللي فوق ونزل. انما انا تحت هتواضع اروح فين؟ مفيش تواضع، انا بعرف مقاسي. كل ما ابص للمسيح اعرف ده. عشان كده في صلاه جميله يا ريت كلنا نصليها كل يوم، يقول له كده القديس اغسطينوس هو اللي قالها، يا الهي اعطيني ان اعرف ذاتي وان اعرفك. لما اعرف ذاتي واعرفك هعرف مقاسي واعرف حالتي، فالوحدة هيبقى التواضع ده موجود. اتنين، حذاري من ان حد يفتخر باي مواهب روحيه ربنا يديها له. بعرف اعمل، بعرف اخدم، بعرف مش عارف اعمل ايه، لانه من يميزك، واي شيء لك لم تاخذه، وان كنت قد اخذته فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ لا. ثلاثه، الفرح بالاهانات. عشان كده كتب في كورنثوس الثانيه 12 اصر بالضعفات، كل إهانة بتجيني بتوزني هنا وبتديني أبدية. كل إهانة، كل ظلم، كل حد بيقلل مني بيديني هنا إن توزن وفوق أبدية. أربعة، الخضوع لأب الاعتراف. ده ما فيهوش هزار، أب الاعتراف في جلسة الاعتراف دي ما فيهاش، احنا متعلمين كده. ما ينفعش اقعد يعني في ناس يقعدوا ينحروا مع اباء اعترافهم، فاب الاعتراف في الاخر يتعب. انما انا ممكن اوضح وجهه نظري مره ولا ابونا يقوله لي هاخده وانا مغمض كما من الله. خضوع لاب الاعتراف والمرشدين والكبار في السن بحب حقيقي. خمسه،
اخدم الآخرين خصوصا الخدمات التي يترفع الآخرون عن القيام بها. شوف ايه خدمات، هنتكلم عن الخدمة بصورة اقوى قوي بعد بكرة او بعد بكرة بس هنتكلم عليها بصورة اقوى قوي. شوف الخدمة اللي ما حدش بيحب يعملها وعملها انت. شوف الخدمة اللي مختفية واعمليها من غير ما حد يمدحك، لان الخدمة اللي بتتعمل والناس يقولوا الله ضاعت ثمنها فوق، خلاص خسرنا خسائر فادحة، هنندم فوق قوي على الحاجات دي. يعني لو خلصت خدمة فيجي حد يقول لي يا ابونا ده روعة في السماء ان شاء الله بقى فوق، قول له الله يسامحك كان لازم تيجي تقول لي كده، ما تسيبني كان اطارد فوق، يعني كان الرصيد هيعلى فوق قوي. مش احلى حاجة ان حد يمدحني ولا ان الخدمة تبان، مش احلى حاجة. عشان كده الشاطر اللي يلمح خدمات مش باينة ويدوس فيها بزيادة. ستة، لا تقل كلاما امام الاخرين ياتيك بسبب مديح. يعني ممكن واحد باحترافية وبحرفنة يقول كلام فالناس يقولوا الله ايه ده روعة قوي قوي قوي، ده انت حاجة فظيعة ما اتكررتش قبل كده ولا تتكرر. شطارة ما اقولش حاجة عشان اتمدح عليها. سبعة، الاسراع بالاعتذار لمن اخطأت عليهم عن شعور قلبي وتواضع حقيقي. لما اغلط في اي حد حلو ان اروح اعتذر، حتى لو لولادي، ولادي في الكنيسة، ولادي في البيت، ما بيقللش مني ان اعتذر، لان انا بحط فيهم كونسبت كده جواهم ان حتى الكبير بيغلط، ودي حقيقه. يعني بابا في البيت مش بلا خطيه، امين الخدمه والكاهن ما فيش حد ما بيغلطش. فكون ان لما اغلط اعتذر بقلب حقيقي دي حاجه ناضجه وحاجه حلوه روحيا ونفسيا. تمانية، اذا مدحك الناس عن فعل حسن فاسرع وقدم الشكر لله الذي اعطاك نعمه في اعين الناس. طول الوقت رجع المجد لربنا، حتى لو مش هتقوله ببقك قوله بقلبك. يعني اي حد يقول لك برافو المجد ليك يا رب، ده انا ولا حاجه، ده انت اللي عملت ده كله. طول الوقت اعمل ده بسرعه. تسعة، عيش في حياه التوبه يقودك هذا الى الاتضاع. الانسان التايب متعلم يقول اخطيت، متعلم يقول انا غلطت. انسان اللي بيروح يعترف، في ناس لما ولادنا الصغيرين لما بيتعودوش على الاعتراف وهم صغيرين بيبقى صعب قوي وهم كبار، صعب جدا. الواحد يبقى واقف اصل يا ابونا اصل يعني مش عارف اقولها لقدسك ازاي، وتلاقي مقدمه خمس سبع دقائق، وبعدين في الاخر اصل انا شتمت. هو مش متعلم يقول غلط، مش متعلم. الكنيسه لما بتحط لنا الاعتراف من الاولاد وهم صغيرين الواحد بيتعلم يقول انا غلط، ودي حاجه صحيه جدا. اخر حاجه خالص، شعورك بالغربة، ده القديس يوحنا الدرجي اللي قال القول ده، شعورك بالغربة واحتمال الضيقات في صبر يسبب لك الاتضاع. ان احس ان انا غريب وان احتمل الضيقات واصبر ده يديني اتضاع حقيقي. احنا اتكلمنا عن التواضع في كذا نقطة، خدنا بركات المتواضع، خدنا قصة المتواضع، خدنا افكار المتواضع وافعال المتواضع، واخر حاجة خالص الوصايا العشر لاقتناء التواضع. ربنا يبارك حياتكم ويديكم كل نعمة وبركة لكل المجد إلى الأبد، آمين. Christus Bennuti يا ملك السلام أعطينا رب سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، ليك يا رب الملك والقوة والمجد والعزة والبركة إلى أبد أمين. شفاعة من العذراء مريم وكل قديسين وكل قديس هذه الكنيسة بنا إليك، واسمعنا عندما نقول لك في شكر. يا أبانا الذي في السماوات، يا ريت ندعي الآخرين كل ما نروح ندعي أصحابنا ييجوا وجيراننا وحيونا. والآن محبة الله شركة موهبة
أعطيت روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم في قربان يا جماعة اللي عايز.